وعليكم السلام ورحمة الله. فرمو قربان. قربان كردي عربي؟ عربي كردي. كردي عربي. بركني يا قربان. قولي لا قولي لا قربان. أول شيء صار لي كل زمان يجي سي. يقول هذا أخونا وين أنكم كل كذا؟ سورة ديالة. يقول من بشو سي شد؟ شيء بثلاثة وعشرين. 25 ثلاثة وقع صار يعني شهرين. حدالة. يقول حداد وقع القع لحد الآن ما يسمع ما يحكي عفوا. بيتهم قضاء ديانة ديانة صورة قضاء صورة. ناوتشيا محمد ناوتشيا يعني سبحان الله زمان جيلة هذا صوت نياس نتقد خنالي فيها لو زمان جيلة كانوا ما بنسا نتزمان جيلة. يقول صار شهرين ما يقدر يحشي واحد داد وقع على القاع رأسه ضرب على القاع السليب عادي كت وقع على القاع بربمو مكتوب يقول بربمو يعني وقعد على القاع وقعد على الأرض صابت بهذا المرض لحد الان ما ماشي ما خلد مكان زوجة تابع الدكتور شيخ ملال الكهربات طبيب قال لازم نضرب الكهرباء كهربات إلى زول باشا هي زمان الدنيا أبد سبحان الله. فرمو السيد كان يشوف ما يقدر يحشي هسه بإذن الله نرقي عليه قرآن السيطيب إن شاء الله بس لازم نجد لرب العالمين تعال إن شاء الله. أبد صوت الدنيا هيك سبحان الله. ولا ولا قربان كان باب سنة دري تأخذ في إيماني بطولة إن شاء الله سهل الله. هذا أخوي صار شهرين ما يقدر يحكي هو حداد وقع على الأرض أصاب المرض الأخرس يعني ما يقدر يتكلم هسه بإذن الله وبركة القرآن هسه هذا الأخ لا يطيب إن شاء الله تعالى. صوتني أبد هيك سبحان الله. عقله طبيعي عقله طبيعي زول باخذ عقله زول طبيعي سناك أقصى في القرآن في وزي توزي كم كيس كفادة فنما إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصحه أقصى القرآن في جانب يدن مش القرآن زور قوري استا سجده قو خواهد بهم أو قنزة زوانا أو أجواد دانا أو كسانا يكبر زوم خواهد دان بحرمتي لكن يان زوم بيغمبر دان صلى الله عليه وسلم يان زوم بقرآن دان أو دان درسك بيان منازم تسادة بيان تسادة بي أو والله بس أمر رام بخواه هي أخواه زور لو يقول ترى كلارك شاكنا بيتو إن شاء الله بإذن خواهد قولا تسادة بيتو كردي بعربي. السلام عليكم. قسمنا الناس يضعكون على رب العالمين القرآن الأوروبيين والأمريكيين حتى في العراق قسم ماركسين يتكلمون عن القرآن كلام البشر. شوف هذا أخ ما أخرز ما يقدر يحكي هسه إذا يطيب التشر بالكارج ومثقب أخويا القرآن معجزة له معجزة معجزة هسه هذا أنت شوفك ما يحكي هسه إذا يحكي القرآن معجزة له معجزة من أهلك بار إيش اسمك بشار تشتغل أستاذ بشار قاسم بارك الله فيك. اي واحد يحكي بالكردي عربي مرأة كردي السلام عليكم. سلام كردي عربي كردي او سناكا دومانكا بربيكوا زمان جيرا استاك سبكا قران شفاء وشفانيا شفاء اجا تشابي تو تشيلي او كساني محمد خوا مدفش صاحب برنامج خوفي غمر بادبيا في استا او جواب لانو كو واتيا بيدل اجا كو تشاك بو قران شفاء اجا تشاك بيتوا اما اوانه کزنی و فوقیر اولانیان در هم بخواهد نه قرآن دست بینن؟ اوانه خزالتی کشن باشه خزالت بمن باشه باشه خواه من نتیم شده اما که مسلمانین بخورحان و بخواهد غمر مسلمانین باقی اوانه کبیر و باوری هم روشتینی باقی تو بمون غیر اسلام بارک الله فی خواه من فقط که همون استان اخ محمد ما يعطي صار شهرين ما خلى الطبيب الدكتور ما راح وما شاف نتيجه طبعا الطبيب هم بشر الشيوخ هم محترمين بس هسه نرقي عليه قران هسه يطيب ابى الصوت شوف ما يقدر يحكي عقلك طبيعي عقلك طبيعي نورمال ايش بدك يا حدادي؟ ايش بدك يا حدادي دوامي؟ دوامي شيخ زور جوانا هسه هسه اجل رب العالمين بس هذا الاخ يطيب هذا جواب للذين يتكلمون عن كلام السيد النبي صلى الله عليه وسلم ويشوفون القرآن في الانترنت في الفيسبوك حتى جواب اليهم حتى يحترمون انفسهم هذا الاسلام اخر رساله لكل عالم. قال تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اي تصوير لك بكاميرا احتياطي اللي يصور بالكاميرا بكيف وما عندنا معنى اللي يصور بالكاميرا طبيعي هذا حر هذا الاخ ما يحكي هسه باذن الله يحكي ان شاء الله.
او سجده بو خواهی گوره گدم رسابت شای قطعن بین معجز او جواب دانو کلو آنی قرآن دستوین آنی بی حرمتی دکن برامر خواه پی عمر ایما شرمه یکینی بردی جنانی هیچ زیاد و زیاد اجنا سوینی ایما بر زانس جوابی اندینو زانس ایما بر زانس جوابی اندینو با علم با معرفة با اسلام با قرآن بر زانس جوابی اندینو سلام گنز اقصدك انشاءالله قرآن بسم الله الرحمن الرحيم سجده بو خواهی گوره دبم انشاءالله خواهی عشان مزار نکی يا ربي شفيا او قصيناك استا ان شاء الله قصيدك فرما ما نسيا صوت نيا بسم الله خواس ليش كنت او سد يا عمري خواد هكا هذاك انسان بيد دعاء كان قبل ما سجد له خواي بس سجد زور جرينغا سجد بو خواي غور بي زور مهمه سجد يا ربي خواي من سنيما تو شافي من سبب كذا لما مستافي عايشا كم نزل شار دس خواي سجد شكر بو خواي غور الله سيد وجه الذي خلق وشق سما وصار بحول قدرته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارة أهلك القربان شوف الله جسمه كله يتحرك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة شوف ما هيك شوية قوة مجال بني ما بدنا نقول له لا توزك أو هذا زحيح كم بدأ وشوكا حميد عدك ده عليك ما تشوف جسمه شلون تتحرك يا الله دم البرس كبير يا الله لحد لا ما بقصد بسم الله فهمتكم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رياء الله يا الله صلاة جيب لك سيدنا محمد سيدنا محمد مبارك بي يا الله باقي برسك الله قرآن معجزية استغفر الله استغفر الله حرام الله حرام يا أبي من اسم لك دعا استغفر الله دعا خير يا الله باقي برسك بعمل جالبي الله هم بركة أو زواب لأنه كساني في أدبي جاكم برامر خواب في غمبري قرآن دستورن ما تشاهد خطان دي تاب قد بركة دنبرتا ساني بركة ساني بينا بارك الله فيك الله عمو اختي عايزه شلون تشوف هذا الاخ كان ما يحكي لك بس كم لك بس اخي ناخذ سؤال هسه 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 اخي ما كان منه بتجيني جواب داري انا كيما داري لك بس كم يا الله يا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اوش هذا هو معجزه القران هذا جواب القران اللي باب ربك ربك ولا قربان اوش فرموا اي افرة يا توبة بكر اي افرة كاني سليماني بس سوازة تقليد بينا اي افرة كاني كلستاني يا هولين خطا مكنة تاكسي خطا مكنة خصوصي يا ايو العالم ايها المتبرجات الشهادة بين جاني برس خمد لي بالخوشة يا الله بسم الله بسم الله بالخوشة ناوت يا محمد محمد بالخوشة خفي چندني كاك محمد جاد جواب داري لو كسانك بأدبي دك القرآن دستين زوم بخوافي غمت يا بيدري اول شيء فضلي اخويا هذا السلام عليكم ليش بشيت هسه عشان وياه بتاه الرمالي كان هذا ما يعشي هسه ايش شد قلت انت رجل متطرف صوتك شويه الحمد لله احكي ان شاء الله منو يقدر يحكي الحمد لله معجزه من القران هذا شفاء للمسلمين هذا جاب الذي يحشون يشقون القران باوروبا القصيصين المسيحيين قسمينهم احترام للمسيحيين في العراق بل الكفار يشقون القران هذا جواب لهم الحمد لله بدنا نقول اللهم لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله بدك تخش مو دقيقه بدك تخش مره ثانيه اول شيء معجزه قراني في اول جواب له او برزانيه كبر امر خوي في غمر برزيده كان قران ما بيدر مان ما بيحب او جزء جوانا تسابونا او شركه محمد جاتي ايش لك بوليس درك دخو عداني لك هذا هو 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 هذا ه
اما حكومتي خو ما خوش دي كردستان العراق ولا بلا عندي بتوبه بكن السلوك وحتى اخوانه ودي بتوبه بكن ري اخواي بكن حكم بالشريعه كي اخوان القران والسنه بكن اواش جوابك لو هذا هذا كم او صوره بكته ولا شيء بو يخلق بزاني كواني قران دستون بحرمتي دي كان اخواي جورع اخواي جورش حفيان كذا ببشر يرع رجع قامت عفيان كمان يرع عفيان ناكين سيان اذا كان يا ربي اخواي دياتي انا يا اخواي جورع بخوي بزايد سيان يبكى أو جواب دان إما بعلم زان زان يعني جواب عندنا أوش قرآن كم بيدر ما ببيع عبدو ما أو جنزلار مو سنة ذكر خواي جورا شفايله هنا أم بما السبب أوش هم عزيز قرآن يسك كاد ناقم ده دنك تبرز كبريل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دل خوش عاف جنينا جنتينا استعد أشي مدانا بسيو كاك ما تش خوش لي ذكى وهذا هو معجزة القرآن في الختام نقول هذا جواب للذين يشقون القرآن ويعيشون على السيد المصطفى حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعيشون على الإمام عمر ويعيشون على الإمام علي عليه السلام هذا جواب إليهم وإحنا مسلمون كلنا أخوة المسلمين السنة والشيعة يعني أخوان حد ما يقدر يتفرق بيناتنا إحنا نتكاتب كلنا وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.